أحمد، إذن بعد ما تحدثت عنه هيئة البث الإسرائيلية والمخاوف الإسرائيلية المتصاعدة الآن من تأثير هذا الاستهداف لعمال الإغاثة على طريقة وسير الحرب، إضافة إلى تظاهرات مكثفة تجري في إسرائيل، اشتباكات مع الشرطة الإسرائيلية، كيف يبدو المشهد عموما؟ يعني المشهد على ما يبدو ذاهب باتجاه التعقيد، لا سيما مع التخوفات الإسرائيلية من أن تكون هذه الحادثة سببا في زيادة الضغوط الغربية والأمريكية على إسرائيل للقبول بوقف لإطلاق النار. وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس أجرى محادثات هاتفية مع وزراء خارجية إن كان في أستراليا أو بولندا أو دول أخرى، وحاول إقناعهم بأن إسرائيل ستقوم بعمل أو ستعمل على تحقيق شامل بشأن ما حدث. والحديث في إسرائيل عن الذهاب نحو هذا التحقيق وأن ما جرى في قطاع غزة تحديدا باستهداف القافلة الإغاثة كان عن طريق الخطأ. ولكن هارتس نقلت عن مصادر في الجيش هذه الليلة بأن ما جرى ليس بسبب عدم التنسيق في داخل قطاع غزة، بل بسبب عدم انضباط الجنود والضباط الإسرائيليين في داخل القطاع، إضافة إلى أن كل ضابط أو كل فرقة تقوم بعمل ما يحلو لها وفقا لما نقلته هارتس عن مصادر عسكرية، ما يعني أن الادعاء الإسرائيلي رولا بأن ما جرى هو بفعل عدم التنسيق أو بفعل خطأ هو ليس صحيح، وأن ما جرى ربما هو اعتياد الجيش الإسرائيلي على استهداف إن كان المدنيين الفلسطينيين أو حتى منظمات الإغاثة. وكان هناك استهداف لهذه المنظمة تحديدا يوم الجمعة الماضي وفقا لدعوات أحرنوت عندما أطلق قناص إسرائيلي رصاصة نحو سيارة تابعة لهذه المؤسسة ولكن لم تؤدي إلى إصابات. هذا بالشق الذي يتعلق بهذه المنظمة الدولية. بالشق الآخر هناك مظاهرات إسرائيلية هي مستمرة ومتواصلة في مدينة القدس واشتباكات أو مواجهات ما بين الشرطة الإسرائيلية ومتظاهرين يطالبون بإسقاط حكومة نتنياهو والذهاب نحو انتخابات من جهة، وأيضا الذهاب نحو صفقة تبادل. وهذا ربما ما يشير إلى زيادة التعقيد في المشهد الداخلي الإسرائيلي. حتى اللحظة الضغوط تتزايد على نتنياهو والمظاهرات يزداد حجمها ووصلت إلى مدينة القدس في ظل مظاهرات استمرت منذ أكثر من 160 يوما، ولكن في الأيام الأخيرة نشط تصعيدا وعودة للحراك الذي كان يطالب بإسقاط نتنياهو والتوجه نحو انتخابات.